أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضراتكم جميعا؟ إن شاء الله النهاردة بدون مقدمات كتير هكمل حل أسئلة الوحدة التاسعة ترم تاني يونت 9. أنا حليت معظم التمارين بعد شرح كل الكلمات والتعبيرات وحروف الجر، وفي الفيديو التاني أنا شرحت الجرامر وحليت عليه كمان، والنهاردة إن شاء الله هكمل باقي أسئلة الوحدة حل مع الشرح، وكمان امتحان شامل بإذن الله وشوية تراجم حلوين كده بإذن الله تعالى عشان نتدرب على سؤال الترجمة. ولكن قبل ما أبدأ، في كتير من حبايبي رواد القناة أو المشتركين في القناة طلبوا مني إن أنا أستخدم كتاب جيم أو أحل معهم أسئلة كتاب جيم. بإذن الله تعالى هلبي الطلب ده، واعذروني بس لضيق الوقت والله، لأني بحاول أوفق بين شغلي والثانوية العامة زي ما حضراتكم عارفين، وكمان القناة بإذن الله تعالى. وبطلب من حضراتكم يا ريت لو تدعموا قناتكم، لأن القناة دي مش هتكبر إلا بيكم. يلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو بتاعنا. بسم الله. كنا حلينا المرة اللي فاتت لغاية السؤال 10، تمام، على الجرامر، تحديدا المباشر والغير مباشر، الدايركت والان دايركت في الجملة الخبرية. النهاردة ان شاء الله هنبدأ في حل الجملة 11. نمبر 11 بتقول ايه؟ I admitted. admitted ده فعل في الماضي زي ما حضراتكم شايفين، بمعنى اعترف، بتساوي said that I know not any plans. طالما admitted موجودة يبقى انا محتاج لماضي، هنطير doesn't have و didn't have موجودة و I am not having، طبعا don't have و I'm not having هتطير، يبقى الاجابة الصح هتبقى didn't have، لان اذا كان الفعل في الماضي نختار ماضي ما عدا الشواذ اللي شرحناها بالتفصيل. فاللي لسه بيشوف الشرح ده لأول مرة ياريت يرجع للفيديو الأول والتاني في قائمة شرح ومراجعة الصف الثاني الثانوي، هلاقي كل إن شاء الله الدروس. Number 12 he denied. denied بمعنى أنكرة، قلنا الفعل deny أو admit أو suggest، طالما ما فيش فاعل بعديهم فبنختار verb I إن جي، يبقى هناخد مين؟ being، تمام. طبعا سكتش الملاحظات اللي اتعودنا عليه، محمد ويا أحمد ويا إسراء ويا أسماء ويا إبراهيم وكل الناس حبايبي المشتركين في القناة، يا ريت سكتش الملاحظات يكون جنبنا دايما، نكتب اي ملحوظة. نمبر 2 ان شاء الله اي كلمة جديدة، وان شاء الله هحاول اجيب لكم كلمات جديدة من خارج المنهج كتير قوي، وهجيب لكم اسئلة متحررة على المنهج، فيا ريت نسجل الكلام ده اول باول. هي denied يبقى ناخد فيرب اي ان جي لعدم وجود فعل. نمبر 13 I explained that، يعني انا فسرت او شرحت الفعل explain، جه بعديه ذات وفاعل، يبقى فعل في الماضي ناخد بعديه ماضي، موجود عندي will have to will وشال، كل دول يتشالوا، يبقى هاخد مين؟ طبعا would have to، اذا كان فعل الكل ماضي نختار ماضي و explained ماضي. he said that، said مضارع ولا ماضي؟ حبايبي يقولوا لي ده ماضي يا مستر، يبقى المفروض نختار مين؟ برضو نختار ماضي، يبقى هطير مين؟ had seen will see، اتفضل عندي had seen would see، يبقى لازم اشوف كلمة دالة تعرفني ها هاخد would see ولا had seen. طبعا عندي the following، لو لقيت كلمة the following او لقيت كلمة the next او لقيت كلمة after، يبقى اخد would والفعل فين؟ في المصدر. برافو عليكم، يبقى الاجابة هتبقى would see. يلا بينا نروح ل 15. The teacher المعلم نقط that today's lesson is about farming، قال ان درس اليوم عن الزراعة. الله الله الله، انت عندك ذات اهي صح ولا انا غلطان؟ حلو قوي قوي. مين اللي بيجي بعديه ذات مباشرة بدون مفعول؟ طبعا حبايبي بيقولوا لي said، وانا شرحت الفرق بين said وtold، قلنا ان told تتبع بمفعول ثم ذات، لكن said تتبع بذات ثم فاعل مباشرة، وطبعا ذات اختياري. فانت لو لقيت فاعل زي today's lesson ده فعل الجملة كده بعد ذات او بدونها، يبقى هناخد said. طب يا مستر لو لقينا مفعول وبعد كده ذات، يبقى هناخد told. يبقى حبايبي يقولوا لي يلا الملحوظة دي قلناها قبل كده، الفرق بين told و said، حبايبي يقولوا لي said تتبع بفاعل لكن told تتبع بمفعول. وصلت؟ تمام التمام. منى said ذات، تمام. she، تمام، قلنا هنا said ليه؟ عشان ذات اهي لازق فعل طوله في فاعل اللي احنا قلناه. طيب منى said ذات she نقط to the park the series day before، يعني الخميس السابق، تمام. طالما في before يبقى هناخد مين؟ اولا فعل الكل ماضي said، وفي before علامة، يبقى هناخد ماضي تام واحنا مغمضين، يبقى لقينا فعل الكل ماضي هنختار ماضي، فنطير كل المضارع او الحاضر. طب انا عندي before او previous او irregular، ناخد مين حبايبي؟ قولوا ناخد ماضي تام. برافو عليكم. 17 علا told the class، يعني علا اخبرت، شوف هنا told جه بعدها مفعول ثم ذات اهو،
علا أخبرت الفصل she not give a talk about meat on that day. give a talk يعني يعطي ايه حديثا، تمام، ستعطي حديثا عن اللحوم that day. تمام، حلو قوي. وانا عندي طول ماضي بقول حطير ومي حطير، اتفضل عندك مين؟ هاد، وعندك وود. طب انت عندك جيف فعل في المصدر، مين اللي بيجي بعديه الفعل في المصدر؟ طبعا وود، يبقى وود جيف. طب لو لقينا هنا جيفن تصريف ثالث، كنا خدنا هاد جيفن. وصلت؟ مصحصحين معايا؟ برافو عليكم يا حبايبي. نمبر 18، ماي انكل سيد ذات، يعني عمي قال ان ميني بيبل، العديد من الناس، ان انديا، في الهند، انجلش، تمام، حلو او يتحدثون اللغه الانجليزيه. واحد يقول له مستر طالما سيد موجوده يبقى هاخد ماضي، يبقى هاخد سبوك. اقول له يا حبيبي الكلام ده خطا. ليه؟ لان الجمله دي اكسبريس ذا فاكت، يعني تعبر عن حقيقه ثابته، الناس في الهند بيتكلموا كلغه تانية انجليزي، سواء بقى امبارح او النهارده او بكره، فهم بيتكلموا، يبقى دي حقيقه. والحقائق زمانها مين؟ حقائق زمانها زمان. برافو عليكم محمد. يقول لي يا مستر زمن المضارع البسيط. يبقى الجمله لو كانت تعبر عن حقيقه اختار على طول التصريف الاول للفعل بدون اضافات مع الجمع، لان بيبول هنا جمع والفعل مؤسس اخره اس مع المفرد. نمبر 19، وصلت كده؟ يبقى الحقائق زمانها ثابت، نختار زمن مين يا شباب؟ زمن المضارع البسيط. 19، better not he would phone me that evening. حلو قوي قوي. would phone موجود عندنا هي، تمام التمام. better اخبرني ان هو تمام، ولا وعدني ان هو هيتصل بيا الليله. طبعا اسكيد مش تبعنا خالص، صح ولا يا شطار؟ لان الجمله دي جمله خبريه، احنا مش عايزين بمعنى سأله. طيب وطلد بمعنى اخبره، بيجي بعدها مفعول وهنا في فاعل، فاعل وفعل، يبقى ما ينفعنيش، يبقى طلد طارد. فضل عندي wanted. لا يا حبيبي، wanted بيجي بعدها فاعل تو المصدر او تو الفعل في المصدر مباشره، ما فضلش عندي الا كلمه بروميز بمعنى وعد. يبقى المعنى والجرامر، يبقى better promised وعد ان هو هيتصل بيا هذا المساء. يبقى افضل اجابه هنا هناخد مين؟ promised بمعنى وعد. وصلت؟ طول ده اخبار ما فيش مفعول فطارت. اسكت ما تنفعش لان الجمله جمله خبريه وليست استفهاميه، ما فيش طبعا هنا رابط خالص بيدل على الجمله الاستفهاميه، هنشرحها ان شاء الله على طول. wanted تمام مش نافع معنا، wanted يجي بعدها فاعل تو المصدر او تو المصدر مباشره، ومعنى الجمله كمان عايز وعد. طب نمبر 20، she said we الاقواس موجوده، صح ولا انا غلطان؟ هي علامات التنصيص موجوده، يبقى ما فيش تحويل، يبقى اختار مضارع او مستقبل. she said I not anyone until I have finished. هي قالت انني لن ارى اي شخص حتى انتهي. طبعا هاخد want سي، هختار مضارع او مستقبل. ليه يا مستر؟ لان الجمله لم تحول بعد، ده between brackets يعني بين قوسين، يبقى لو لقيت الجمله لسه بين قوسين يبقى الجمله دايركت مباشر، فنختار مضارع او مستقبل. لكن لو ما فيش اقواس نمشي على القاعده، اذا كان فعل الكول ماضي نختار ماضي، وان كان مضارع نختار مضارع او مستقبل. وصلت؟ تمام. نمبر 21، احنا هنا بنراجع على المباشر والغير مباشر. she refused، طالما refused موجوده والنقط بعدها على طول بالشكل ده زي ما انتم حضراتكم شايفين، ناخد تو الفعل فين؟ في المصدر. يبقى هناخد مين؟ هناخد تو لاند. برافو عليكم. يبقى refused ونقط لازقه فيها، تو الفعل فين؟ في المصدر. he ordered the hair، يعني هو امرها، الله الله، هو امرها making noise. تمام، حلو قوي قوي. ان تتوقف عن فعل ايه؟ الدوشه والضوضاء. يبقى هي ordered the hair stop ولا not stop ولا stopping ولا to stop؟ طبعا الاجابه to stop. ودي جمله امريه بنربط فيها في الجمله المثبته بتو المصدر، وفي الجمله المنفيه بنط والفعل فين؟ في المصدر. يبقى هناخد طبعا تو ستوب، وهنشرحها بالتفصيل ان شاء الله في الوحدات القادمه، ازاي احول الجمله الامريه من كلام مباشر لغير مباشر، مع العلم ان احنا درسناه في اولى ثانوي وفي ثالثه اعدادي كمان. فانا بفكركم بس بجمله امريه كده بنربط فيها في الاثبات بتو المصدر، وبنربط في النفي بنط والفعل فين؟ في المصدر. حبايبي معايا؟ تمام. هي سيد جاست ناو، الله، سيد وفي جاست ناو او ناو او ام منت اجو او اشورت تايم اجو. يبقى انا محتاج لمين يا حبايبي؟ يقول يا مستر محتاج لفعل في المضارع او في المستقبل حتى لو فعل القول ماضي. يبقى هنختار مين؟ هنطير وود باي وهات بوت وبايس كمان هتطير لان في نيكست، يبقى هناخد طبعا ويل باي وتبقى دي الاجابه الصحيحه. وصلت؟ يبقى القاعده كانت ايه؟ خدناها مع بعض، لو لنا سيد او تولد او فعل القول ماضي بس معاه جاست ناو او مومنت اجو او اشورت تايم اجو، نختار مضارع او مستقبل على حسب الكلمه الداله. مصحصحين معايا؟ الله ينور عليكم يا حبايب قلبي. يلا بينا.
حضراتكم من الممتازين او من الناس الممتازة، ربنا يوفقكم. 24 he not Dina that he was writing a letter. الله، يلا نشوف كده الجملة. دينا دي ايه؟ دينا دي مفعول، تمام، هو مفعول ثم ذات، يبقى انا محتاج لمين؟ طبعا لطرد. يبقى هو اخبر دينا انه هو سوف يكتب خطابا او كتب خطابا. طبعا ليه خدنا طرد؟ عشان في مفعول، لكن لو ما فيش مفعول وذات على طول من غير مفعول كنا خدنا ذات. خلاص تمام. Number 25 summer not that the helicopter was flying high. الله، قالت ان الهليكوبتر كانت تطير بشكل عالي او عاليا في السماء. طبعا عندي هنا ذات على طول، يبقى هناخد مين يا حبايبي؟ ست ذات لعدم وجود مفعول. وصلت؟ عكس الجمله اللي قبلها على طول، خدنا في الجمله اللي قبلها طول عشان في مفعول قبل ذات، هنا خدنا ست مباشره لان ما فيش مفعول قبل ذات، النقط لازقه في ذات مباشره فناخد ست. طيب 26 ليلى ست ذات ليلى قالت ان، فعل القول ماضي، she knocked the TV serial by then. طيب طالما في by then ناخد مين يا شطار؟ المفروض على طبعا فعل القول ماضي فهنختار ماضي، يبقى isn't watching guitarist. اتفضل عندي hadn't watched wasn't watching didn't watch. طالما في by then مش then لوحدها، by then يبقى ناخد ماضي تام، يبقى hadn't والتصريف الثالث. لقيت في الجملة before او previous، لقيت before او previous او by then يا حبيبي تاخد مين على طول؟ تاخد زمن الماضي التام. طب يلا بينا نكمل مع بعض. يقول لي بعد كده 27 بيقول لي جانا سيد زي، جانا قالت انهم تو دبي ذا نيكست يير. الله، ذا فولوينج او ذا نيكست او افتر من علامات مين؟ طبعا فعل الكل ماضي فهنختار ماضي. خلاص بقى يبقى هناخد مين يا شطار؟ هناخد ووز والمصدر ما لقيناش، ناخد ووز او وير فيرب اي ان جي ما لقيناش، ناخد ووز او وير جوينج تو الفعل فين في المصدر، شرحت الكلام ده في الدرس السابق بالتفصيل للناس متابعاني. طيب ما فيش ووز والمصدر يبقى ناخد ماضي مستمر، يبقى ووز او وير فيرب اي ان جي، هناخد هنا وير فيرب اي ان جي كبديل لووز والفعل في المصدر، ولو ما لقيتش الاثنين هاخد ووز او وير جوينج تو الفعل فين في المصدر. 28 ناس معايا؟ تمام يا مستر. اي ام جوينج اوت، انا خارج. اناونسد باسم، باسم اعلن الكلام ده، يبقى باسم announced. announced فعل قول فين؟ في الماضي. خد بالك انت عندك I am going. am going يعني ايه؟ زمن مين؟ مضارع مستمر، يبقى انت تحوله في الغير مباشر لماضي مين؟ لماضي مستمر، يبقى هناخد مين طبعا؟ was going. احنا اتفقنا كل فعل في المضارع نحوله لماضي وكل ماضي نحوله لماضي تاني. طب 29 جمال said that، تمام، he would see هاني، انه سوف يرى مين؟ سوف يرى هاني. الله الله الله، انت عندك وضو الفعل فين؟ في المصدر، يبقى عايز علامه بتدل على وضو المصدر، كلمه داله، يا ترى يسترداي؟ لا، ري اجين؟ لا، توداي؟ لا، يبقى ذا فولوينج داي، يبقى هتدور ساعتها على ذا فولوينج داي او ذا نيكست داي، لقينا وضو المصدر يبقى هنعمل ذا فولوينج داي او ذا نيكست داي او ذا داي افتر. طيب ولو لقينا ذا فولوينج داي او ذا داي افتر او ذا نيكست داي يبقى هنعمل وود سي، يعني العكس صحيح. يلا بينا نروح ل 30. سليم ريبورتد، ريبورتد فعل قول في الماضي زي سيد وتولد ذات ساوسن ايفن كونسيدر ات. طبعا ريبورتد ماضي يبقى محتاج لي ماضي، يبقى هناخد ويل ولا ايزنت ولا دازنت؟ طبعا الاجابه وودنت، والفعل فين في المصدر؟ انها لن تفكر في الامر حتى. طيب يا شباب كده خلصنا باقي اسئله تمارين الجرامر. ان شاء الله دلوقتي بقى هننتقل لمين يا حبايبي؟ هننتقل على طول باذن الله تعالى لحل امتحان شامل على الوحده التاسعة. يا ريت حضراتكم تركزوا معايا، ده امتحان شامل يبقى هنناقش فيه كل الاسئله باذن الله تعالى. حبايبي معايا؟ معاك يا مستر. يلا بينا حبايبي، تيست اون يونت 9، يلا بينا. يقول لي تو ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي، وقلنا الاستبعاد مهم جدا. I am really enjoying the dessert. أنا مستمتع جدا بالحلو اللي بعد. إحنا عندنا dessert يعني صحراء، لكن الدبل S E R T دي بمعنى الحلو بعد الأكل. Can you tell me what the؟ الله ينور، عايز حبايبي يقول الإجابة بقى. برافو، ممكن تقول المقادير أو المكونات، يبقى ingredients. برافو. Number two, if you need more, not eat more meat, fish and eggs. طيب الميت والفيش والإجز بيحتوى على إيه؟ بيحتوى على البروتين. برافو عليكم، يبقى هناخد if you need more protein eat more meat fish and eggs. طبعا الكربوهيدرات ده هتلاقي في البريد والمكرونة والعيش والكلام ده، الفات موجودة في الميت في اللحوم وفي
بعض انواع الطعام. الشوجر طبعا في الحاجات الحلوة طبعا، يبقى في انواع من الطعام بتحتوي على الكربوهيدرات، في انواع تانية بتحتوي على البروتين زي السؤال ده، في انواع تانية بتحتوي على الدهون على حسب معنى الجملة، وانواع اخرى تحتوي على السكر، فعلى حسب كل ايه كل حاجة. يلا بينا نكمل مع بعض يا شباب. normal tomatoes يعني الطماطم الطبيعية faster than، اسرع من جي ام توميتوز. جي ام توميتوز اللي هي الطماطم المعدله، ورسائل جي ام قلنا اختصار لكلمه جينيتيكالي موديفايد، برافو عليكم. فالطماطم الطبيعيه بتتعفن بسرعه، يبقى ناخد كلمه روت، انا عايز هنا الفعل تتعفن بسرعه اسرع من الطماطم المعدله، ورسائل يبقى هناخد مين؟ روت. طيب نمبر 5، جي ام كروبس يعني المحاصيل المعدلة وراثيا، كان بروتكت بيبل فروم، قد تحمي الناس من الايه؟ برافو عليكم، من المجاعة، برافو عليك يا سناء، يبقى starvation. برافو، ما تزعليش اسماء برضو، انت قلت starvation، كلكم ممتازين، بس عايزكم تخمنوا معايا الاجابة كده. قلنا starvation يعني المجاعة بتساوي كلمة famine، اف اي ام اي ان اي، وما ننساش الفعل بروتكت فروم بمعنى يحمي من. يلا بينا نكمل. نمبر 6، we can improve the of the soil by adding natural organic fertilizers. نستطيع تحسين او تحسين امبروف يعني يحسن، تحسين جودة التربة بإضافة الأسمدة الطبيعية العضوية، يبقى كلمة جودة اللي هي كلمة كواليتي، كلمة كواليتي. نمبر 7، scientists have made نقط modification to some vegetables. العلماء عملوا او صنعوا، الله ينور عليكم، ايه؟ تعديلات وراثيه. تعديلات وراثيه، يبقى انا عايز الصفه هنا، لما نسال هنا على المشتقات يبقى جينيتك موديفيكيشن يعني تعديل وراثي، ما تقوليش جينيتيكالي، لان جينيتيكالي يجي بعدها تصريف ثالث زي جينيتيكالي موديفايد، جينيتيكالي موديفايد، لكن هنا موديفيكيشن عايز اقول وراثي، عايز الصفه، يبقى كلمه جينيتك موديفيكيشن. يبقى لو لقينا اسم يبقى انا محتاج للصفه، يبقى هاخد جينيتك، لقيت تصريف ثالث يبقى هاخد جينيتيكالي زي جينيتيكالي موديفايد. جينز الاسم بمعنى الجينات، ومفردها طبعا كلمه جين يعني جين واحد. 8، نقط از ا ثينج، هو الشيء، which farmers put on soil، بيضعوه في التربة to help plants to grow، عشان يساعد النباتات على النمو. مين يا شباب؟ طبعا الفيرتلايزر اللي هو السماد، تمام. نمبر 9، انا طبعا بحل وقت امتحان بالمواصفات الجديدة، هنحل 16 بعد كده القطعة وبعد كده بنشوف التراجم مع بعض. يلا بينا نكمل يا حبايب. 9، نقط my opinion طبعا معروفة in my opinion يعني يا حبايبي في رأيي. طيب the girl not mother died is crying، الله افكر حبايبي بقى بضمير الوصف شرحناها، البنت اللي والدتها ماتت بتعيط، والدتها يبقى علاقة ملكية، يبقى هناخد مين طبعا؟ هوز، تمام. ولو عايز تعرف الفرق بين هوز وهو ابوستروف اس ارجع للفيديو التاني شرحته بالتفصيل. نمبر 11، it not to me that organic food is better for you، الله يبدو الامر لي ان الطعام العضوي هو افضل ليك ولصحتك، يبدو، يبقى كلمه مين؟ سيز ولا سيز ولا ثينكس ولا سيمز؟ طبعا سيمز معنى يبدو او يظهر. توم بوت ا نيو كار، توم اشترى سياره جديده، سو الله شرحنا الحته دي بالتفصيل يا جماعه، بوت ماضي، تمام، يبقى انا محتاج لفعل مساعد او ناقص يدل على الماضي ثم ضمير فاعل، يبقى هناخد طبعا سو ديد اي، سو ديد اي، حلو الاسم، مش معنى ديد عشان بوت يا حبيبي. طب لو بايز اخرها اس كنا خدنا داز، فهمنا اللعبه، تمام. سو بتيجي في بدايه جمله مثبته، وبناخد بعدها فعل مساعد او ناقص يناسب الجمله الاولى، فلو الفعل ماضي بناخد ديد، لو الفعل مضارع بناخد دو مع الجمع وداز مع المفرد، تمام يا شطار. طيب وبعد كده ضمير فاعل اللي هو اي هنا في الجمله دي، امال لو الجمله بدايتها نفي يعني هنا didn't buy، كنا خدنا نيزر ساعتها مش سو، شرحتها بالتفصيل، ارجع للفيديوهات السابقه عشان ما نضيعش وقت كتير. مستر سان نوت ا فريند اوف ماين، والذي يكون صديق ليا، والذي يكون صديق ليا، يبقى والذي يكون هوز ولا هو از؟ طبعا هو از، هو ابوستروف اس هنا اختصار لمين يا شطار؟ ليه هو از والذي يكون. طب نكمل مع بعض. This is the man، هذا هو الرجل، stolen my car، الله ينور عليك، خدوا بالكم بقى، who stolen my car ولا who's stolen my car ولا who has stolen my car، الله، ده stolen ده تصريف كام؟ تصريف ثالث للفعل، يبقى انا محتاج لي who has والتصريف الثالث اللي هي مين؟ طبعا هو apostrophes، لان اتفقنا هو apostrophes هي اختصار لي هو is لو جه بعدها اسم او حرف جر او صفه زائد اسم، صح ولا شطار؟ لكن واختصار له هو هاز لو جه بعدها التصريف الثالث، لكن الشكل واحد هو ابوستروفيس، لكن طبعا لو في مالك ومملوك بناخد هوز بين المالك والمملوك.
طيب نمبر 15 as not as I am concerned. التعبير مهم جدا، بنستخدمه في ايه يا شباب؟ بنستخدمه للتعبير عن الرأي، بيسوى I think أو in my opinion. يبقى as far as I am concerned، لقيت I am concerned، he is concerned، they are concerned، وفي as في الأول، خد as far as، احفظها زي اسمك، as far as I am concerned، بمقدار اهتمامي أو في رأيي. تمام. These are the people car has been stolen. هؤلاء هم الناس أو الأشخاص اللي عربيتهم تمام، عربيتهم اتسرقت، يبقى نقول whose car has been stolen. علاقة مالك ومملوك، فناخد whose في النص، وطبعا ده شرحناه بالتفصيل في الفيديو السابق. يلا بينا حبايبي ننتقل لسؤال الباسج عشان نحل القطعة. بنقرا القطعة الخطوة الأولى، بنقرا القطعة مرة على السريع، مرة سريعا، ده نمبر 1. داون معايا الطريقة دي جميلة جدا، وما شغلش بالي بالكلمات الصعبة أو التعبيرات الصعبة. طب رقم 2 بعمل ايه؟ رقم 2 بقرا الأسئلة كويس جدا وافهم المطلوب منها. يبقى أول خطوة بقرا القطعة كويس جدا أو بقراها مرة على السريع دون الالتفات للكلمات أو التعبيرات الصعبة. طب رقم 2 يا حبايبي، بنقرا الأسئلة كاملة وافهم ايه المطلوب مني. طيب رقم 3 أرجع تاني للقطعة وأقراها بشويش بقى وأحاول أخمن الكلمات الصعبة من اللي قبل واللي بعده. هبدأ معاكم بقطعة سهلة وبسيطة جدا إن شاء الله دلوقتي، وبعد كده هبدأ بقى أخدها معاكم جرادوالي تدريجيا، أحل معاكم قطعة صعبة. يلا بينا شباب، ونركز إن الموضوع أو القطعة دي مهمة جدا، تنفع كمان أستخدمها في أي سي مقال عن الزراعة العضوية والطعام المعدل وراثيا، سواء مميزاته وعيوبه، أو أنت أرفر إيتس يعني، أو معاه كلمة R4 يعني معاه، or against it ولا ضد. يلا نقرأ. It must be said that most of those who are against genetically modified foods، يعني أكيد بيقال إن معظم الذين هم ضد الطعام المعدل وراثيا، إن اختصار GM، are neither living in countries which suffer from food shortage nor facing starvation. أكيد مش من الناس ولا هم عايشين في الدول التي تعاني من نقص الطعام، نور ولا facing starvation. في قاعدة كده اسمها قاعدة neither nor، يعني لا ولا، ولا هم عايشين في الدول التي تعاني من نقص الطعام ولا اللي بيواجهوا المجاعة. يبقى تاني نقول العبارة دي من الأول، وتحاول تقسم الباسج بتاعتك لقطع صغيرة عشان تفهم المطلوب. يبقى يقال أن معظم الناس اللي ضد الأطعمة المعدلة وراثيا هم ناس ولا عايشين في الدول اللي بتعاني من نقص الطعام ولا اللي بيواجهوا المجاعة. طبعا ما عندهمش اي مجاعة ولا بيعانوا من نقص الطعام، فهم عايزين طعام طبيعي 100%، فاكيد هم هيبقوا ضد الطعام المعدل والراثي. Many scientists، العديد من علماء believe that، يعتقدون ان without GM foods، يعني دون الاطعمة المعدلة والراثية، the third world، يعني العالم الثالث، will never overcome. يعني ايه؟ نطلع بالكلمات بقى، اي كلمة تقابلني في قطعة، في تشوز، في ترجمة، بنترجم نعمل نفس قاموس حلو كده واحفظه اول باول. overcome its food problems، يعني تتغلب على مشكلاتها الغذائية. at present، في الحاضر، over 1 billion people، يعني اكتر من مليار شخص، live on، يعيشون على، less than 1 dollar a day، يعيشون على اقل من دولار كدخل في اليوم، يا تحت خط الفقر اللي احنا بنعلوم كده. The United Nations، يعني الأمم المتحدة، hopes، بتأمل أو بتتمنى، this number، أن هذا العدد، خد بالك وتركز قوي، أي عدد ذكر عندك في الباسج في القطعة، تمام، سبب، نتيجة، تاخد بالك، تاريخ، تاخد بالك، لأن ممكن تتسأل عليه في الأسئلة. This number will be cut، بتأمل أن هذا العدد سيقل in half، يعني سيقل إلى النصف. يبقى يعني يبقى كام؟ 500 مليون، احنا بنقول اهوت مليار شخص بيعيشوا على اقل من دولار في اليوم. من وقت الامم المتحده بتامل ان العدد ده سيقل الى النصف، يعني حوالي 500 مليون، يقل الى النصف، يقل مش يزيد، تمام، يعني ديكريز، تمام يا شطار. within 15 years، يعني في خلال 15 سنه. This will not happen if food is produced in the conventional manner. الله. وهذا لن يحدث، تمام، اللي بتأمله الأمم المتحدة ان يقل العدد، اللي عدد الناس اللي بيعيشوا بدولار او اقل من دولار في اليوم الى النصف، لن يحدث ذلك
إلا لو food is produced، الطعام أنتج in the conventional manner، لو تم الاستمرار في إنتاج الطعام بالطرق التقليدية. حتى أنت مش عارف كلمة conventional، يبقى ممكن تخمنها الطرق العادية. وكلمة conventional بتساوي كلمة traditional، الاتنين بمعنى معتاد. اكتب يلا وسجل عندك في سكتش الملاحظات أو في قاموسك. تمام، يبقى الحتة دي من الأول تاني. الأمم المتحدة بتأمل إن عدد الناس اللي عايشين تحت خط الفقر بأقل من دولار في اليوم، اللي حوالي مليار شخص بليون بيبل، يقل عددهم للنصف، يعني حوالي إيه؟ حوالي 500 مليون شخص في خلال 15 سنة. الموضوع ده لن يتحقق لن يتحقق لو ظل إنتاج الطعام بالطرق مين؟ التقليدية. مانر بمعنى طريقة، وكلمة conventional بمعنى تقليدي، بيساوي كلمة traditional. foods الأطعمة. تمام، خد بالك produced by traditional، traditional بمعنى تقليدي. farming methods يعني ايه؟ يعني بالطرق الزراعية التقليدية. don't last very long، خد بالك دي مشكلة اهو، اللي منتجة بطريقة تقليدية لا تدوم very long يعني الفترة طويلة. and often spoil يعني spoil تفسد، سجل spoil تفسد. during يعني during يا شطار اثناء او في خلال. transport اثناء عملية النقل، transport يعني ينقل او نقل. very often وكثيرا. food sent الطعام المرسل او المبعوث، نحن نقول by the west بواسطة الغرب او الدول الغربية. to countries للدول. suffering from التي تعاني من famine، خدنا كلمة famine بمعنى ايه؟ قلنا مجاعة. roots يعني roots، برافو عليكم، يتعفن. تمام، before it قبل ما هو it دي بتعود على مين؟ هنسأل على سؤال. it بتعود على الطعام sent by the west to countries suffering from famine، صح ولا شطار؟ يبقى كلمة it بتعود على مين؟ the food sent by the west to countries suffering from famine. طيب it reaches its destination، وبيفسد الطعام ده المرسل بواسطة الدول الغربية للدول اللي بتحتاجه قبل الوصول إلى وجهته. كلمة destination يعني وجهة السفر أو المكان المسافر ليه. now الآن scientists زعماء have found وجدوا ways طرق to preserve يعني preserve يحفظ preserve foods، يبقى كلمة preserve بمعنى إيه؟ يحفظ foods for much longer يعني لمدد أطول أو لوقت أطول. For example على سبيل المثال they have developed طوروا a preservative، خدنا كلمة preservative يعني مادة حافظة. made from مصنوعة من vitamins فيتامين الفيتامينات. and minerals يعني ايه؟ المعادن. minerals يعني المعادن. which keeps even cut fresh fruit، والتي تحفظ حتى الفواكه المقطوفة المقطوفة حديثا او الطازجة. تمام، for up 10 days لأكتر من 10 أيام if refrigerated، يعني كلمة refrigerated بمعنى إذا حفظت بالتجميد أو إذا وضعت في الثلاجة. طبعا كان كلمة refrigerator يعني الثلاجة. refrigerated ده بقى مين؟ الverb الفعل بمعنى يتم تجميده. تمام، despite this وبالرغم من ده، خد بالك there are still people، ما زال هناك فريق اخر. تمام، بيبل هو بيليف، والذين يعتقدون ان، خد بالك من اللي قال بيليف اجريكلتشر ريسيرش، بيعتقدوا ان البحث العلمي should be moving in a different، انه يجب يتحرك البحث العلمي in a different direction، في اتجاه تاني. they accept يعني accept او accept النطق الصح، they accept ده النطق الصح. that there is يعني هم بيقبلوا. that there is no real proof، هم قابلين وبيعتقدوا ان مفيش دليل حقيقي. there is no proof يعني ايه؟ مفيش دليل حقيقي. that GM foods ان الطعام المعدل وراثيا are dangerous، خد بالك من الحته دي، الحته دي مهمه قوي. هم قابلين ان مفيش دليل، كلمه proof خدناها قبل كده بمعنى دليل، دليل حقيقي ان الطعام المعدل وراثيا GM food or genetically modified foods are dangerous، ما عندهمش دليل. تمام، however ومع ذلك they believe that the solutions، بيعتقدون ان الحلول that GM foods provide، الذي يوفرها الطعام المعدل وراثيا الاطعمه المعدله وراثيا are short term، يعني short term يعني على مدى قصير المدى بتاعها قصير. and that it's necessary يعني necessary من الضروري to find longer and natural means، ان نجد طرق طبيعيه واطول في المده الزمنيه to solve the world's food problems، لحل مشكلات الغذاء في العالم. وصلت؟ تمام، قرناه بالتفصيل. يلا نروح للأسئلة ونبدأ نحل مع بعض. السؤال الأول،
How do scientists preserve foods for a long time؟ ازاي العلماء، ازاي العلماء، ركز معايا كبير، ازاي العلماء نجحوا في حفظ الطعام لمدة أطول؟ تمام، تعالى يلا نطلع الإجابة، لسه قايلينها من شوية، مين يحل معايا؟ يلا يا شطار، ها الإجابة هتبقى إيه؟ هنقول أهو بالظبط وموجودة بالظبط. For example زي بتعود على ما، they have developed، they have developed a preservative made from vitamins، مصنوع من مين؟ من الفيتامينات and the minerals which keeps even cut fresh fruit for up 10 days if refrigerated. تمام، يبقى طوروا مادة حافظة مصنوعة من الفيتامينات ومين؟ ومن المعادن، بتحفظ حتى الفاكهة المقطوفة حديثا لأكثر من 10 أيام إذا تم تجميدها. فاكرين دي ولا نسيناها؟ فاكرينها يا مستر. طب يلا بينا نكمل مع بعض. يقول لي السؤال الثاني، Do you agree with scientists who believe that without GM foods is a third أكلنا واحدة كده، ده احنا كلنا اتنين، طيب اتنين حاضر. Mention one disadvantage، يعني mention اذكر واحدة من العيوب بتاعت الطعام اللي مصنوع بالطرق التقليدية او اللي زرعناه بالطرق التقليدية. موجودة بالنص يا جماعة، قلنا انه ايه بيفسد بايه بسرعة. تعال نشوف كلمة conventional دي يا كبير، اهو يقولك ايه بقى، foods produced by traditional، اهي من اول هنا كده الاجابة، food produced by traditional farming methods don't last very long and often spoil during during ايه during transport اثناء النقل. ادي الاجابه، هي اجابه رقم 2. حبايبي معايا، معاك يا مستر، برافو عليكم. طب يلا بينا نروح. يبقى الاغذيه والاطعمه اللي انتجت عن طريق الطرق الزراعيه التقليديه لا تدوم او لا تتحمل لفتره طويله وبتفسد اثناء النقل. وعايز طبعا حاجه واحده، فذكرنا تمام حاجه واحده من العيوب. طب يلا بينا نكمل مع بعض. نمبر 3، What does the underlined word it refer to؟ it بتشير لمين يا شباب؟ قلناه واحنا والله بنحل مع بعض دلوقتي، فين كلمة it يا شباب؟ تمام، قلنا it بتعود على مين؟ اهي كلمة it اللي احنا عايزينها بتعود على food sent by the west to countries suffering from famine، بتعود على الطعام المرسل بواسطة الدول الغربية للدول التي تعاني من ايه؟ من المجاعة. ودي شرحتها وقلتها اثناء الشرح. طب يلا بينا نقول مع بعض اللي بعده. Do you agree with بقى يلا رأيك، Do you agree with the scientists who believe that without GM foods the third world will never overcome its food problem and why؟ هل انت موافق العلماء اللي بيعتقدوا انه بدون الأطعمة المعدلة وراثية العالم الثالث لن يتغلب على مشكلات الطعام ولماذا؟ والله رأيكم بقى، انا سيبولك واحد يقول يس او يقول يس ليه، يقول because food لسه قلنا من شويه food grown الطعام المزروع by او through traditional methods من خلال الطرق التقليديه rot fast او spoil fast بيفسد بسرعه، صح ولا شطار؟ طيب واحد تاني يقول لي ايه، يقول لي نو تمام يا شطار، لا والله انا مش متفق معاهم، because الطعام الطبيعي natural food is better for health افضل للصحه. والله كل واحد فيكم بقى ورايه. تعال نروح للاختياري، choose the correct answer. طبعا الاستبعاد مهم جدا. The expression التعبير cut in half يعني نقلل للنص، يقطع يعني معناه يقلل النص، معناها ايه؟ cut into pieces يقطع لاجزاء، ولا add one half، ولا decrease by half؟ طبعا انت لو رجعت ورا هتلاقي مين؟ الامم مين؟ المتحده، the United Nations hopes that number ان العدد will be cut، تطلع طبعا التعبير اللي هو cut in half ده عشان تعرف تحل كويس. cut in half يقل للنصف، تمام، من خلال السياق، خلاص يا كبير، حتى لو القطعة صعبة كل كلماتها صعبة، ولكن لو فهمت وخمنت كويس واستبعدت الإجابات الخاطئة توصل للصح إن شاء الله. طبعا the expression cut in half means معناه إيه؟ حبيبي أقول له مستر معناه decrease يعني يقل إلى النصف، الله ينور عليك، ويبقى decrease by half، أدي الإجابة مين؟ الصحيحة. يلا بقى نروح لنمبر 5، people are not، الناس، يلا بقى نستبعد، ليسوا متأكدين، واختاروا انتوا الصح من الأربعة، ليسوا متأكدين ان الطعام المعدل وراثيا خطير، ولا متأكدين ان الطعام المعدل وراثيا آمن، ولا شور متأكدين ان الأطعمة المعدلة وراثية خطيرة، ولا ignorant يعني جاهلين، كلمة ignorant معنى جاهل، جاهلين أصلا بالأطعمة المعدلة وراثيا. طبعا انت لو بصيت معايا في الجملة دي يا باشا، بص معايا كده يا باشا، الجملة بتقول ايه؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم،
اهي زي اكسبت ذات، هم يقبلوا ان الناس الفريق ده بيقبل ان زير از نو ريال بروف، مفيش دليل حقيقي، مفيش دليل حقيقي ان الطعام المعدل وراثيا خطير، يبقى نقدر نقول على طول دي الجمله دي ممكن استبدلها بميم في دولات نوت شور، انهم ليسوا متاكدين ان الاطعمه المعدله الوراثيه خطيره، صح ولا غلط؟ ما بقول مفيش دليل حقيقي يبقى ليسوا متاكدين، يبقى دي الاجابه الصحيحه. طيب ان شاء الله هحاول الفتره القادمه احل معاكم كتير قوي من القطع، واهتم جدا بالمهارات، لان امتحاننا دلوقتي بقى قائم على المهارات، يعني اهم اسئله امتحان هو سؤال الباسج، وسؤال اللهم صل على محمد، سؤال الترانزليشن، وسؤال الاسي، ولا انا غلطان طبعا. طيب عايزكم بقى ان شاء الله حبايبي تكتبوا لي بقى الاثنين دول مش واحد منهم. Write an essay of about 180 words on one of the following. واحد من الايه الاثنين دول. Genetic engineering and its role in solving our future problems. يعني الهندسة الوراثية ودورها في حل مشكلاتنا المستقبلية. هنتكلم بقى عن الطعام المعدل مين وراثيا، لسه قارين قطعة كاملة اهوت، وباسلوبك يا حبيبي اكتب جمل بسيطة، وحتى الريدنج والليسننج اللي احنا خدناهم في الفيديو الاول للوحده، لشرح الوحده كلمات وقرينا في الليسننج والريدنج، هتلاقي في معلومات كتير اقرا، وانت بقى صيغ المعلومات باسلوبك، مش عايزين بقى نظام احفظ مقدمه واحفظ لخاتمه والكلام ده، انا عايزك تكتب من دماغك، بس عشان تكتب من دماغك لازم تقرا كتير وتبقى طالب مثقف. طيب الموضوع الثاني وده مهم جدا جدا يا حبايبي، هيلثي فود، الطعام الصحي، ليدز تو، يعني ليدز تو يؤدي الى جسد صحيح، هيلثي بودي، يبقى الطعام الصحي يؤدي الى جسد صحيح او صحي، هنكتبه طبعا، ويا ريت اللي عايز حتى يكتبه لي في التعليقات واشوفه وعلمه له ان شاء الله يتفضل، انا تحت امركم باذن الله تعالى. طيب يا شطار تعالى نروح بقى للترانزليشن نمبر 4. Translate into Arabic، ترجم للغة العربية، يلا بينا نقرأ كده مع بعض. Overpopulation يعني زيادة عدد السكان، تمام. Leads to حبايبي، leads to بمعنى يؤدي إلى. Starvation، starvation يعني إيه؟ المجاعة، اتفقنا بنقرأ الأول القطعة كاملة بتاعة الترجمة بعد كده بنحل، تمام. يبقى إن الزيادة السكانية تؤدي إلى المجاعة، which affects يعني affects تؤثر على many places، العديد من الأماكن، in the world يعني فين في العالم. يبقى على بعضها ان الزيادة السكانية تؤدي الى المجاعة، والتي تؤثر على العديد من الاماكن في العالم. طب رقم اتنين، people are hungry not because الناس ليسوا جوعى because there is food shortage، ليسوا جوعى فقط، بصوا بقى الحتة دي، they are hungry not because، not because يعني ليسوا او hungry not because، ليسوا جوعى فقط لان there is food shortage، لأن هناك نقص في الطعام. يلا نترجم دي مع بعض، يبقى الناس ليسوا جوعى فقط لأنه يوجد نقص للطعام، but ولكن because the food، لأن الطعام is not fairly distributed، احفظ التعبير ده اللي اكتب عندك، لا يوزع بشكل عادل to all those who need it، لكل هؤلاء الذين يحتاجوه، تمام. يبقى تاني على بعضها، الناس ليسوا جوعى لأنه يوجد نقص في الطعام فحسب، ولكن لأن الطعام لا يوزع بشكل عادل على الذين يحتاجونه. يبقى خد بالك بقى، يمكن أهم كلمتين في الموضوع ده، لكلمة fairly distributed، يعني fairly distributed يعني يوزع بشكل عادل، الفعل distribute يوزع، وfair بمعنى عادل أو عدل أو نظيف، سوف خدناه في الترم الأول. طب يلا بينا نروح بقى لي translate into mean، translate into English، الناس معايا او معاك يا مستر، نركز مع بعض، يلا بينا يا شباب. الجملة الاولى بتقول ايه؟ تناول الكثير من الملح والدهون والسكر ضار بالصحة، اليس كذلك؟ احنا هنا بنترجم من عربي الانجليزي، يبقى نمبر 1 لازم نهتم بترتيب الجملة في اللغة الانجليزية، نبدأ بمين؟ ابدأ بفاعل ثم فعل، صح ولا شطار؟ مش لازم بقى فزلكة وكلمات صعبة، الكلمات السهلة اللي تأدي نفس المعنى إجابتك صح، لأن هي ترجمة معنى مش ترجمة حرفية، شرحت الكلام ده بالتفصيل، وإن شاء الله حاول أعمل لكم فيديو كامل بإذن الله أو اتنين كده أشرح فيهم أهم قواعد الترجمة اللي بنقولها وإحنا بنحل مجمعين. طيب تناول كثير من الملح والدهون والسكر ضار بالصحة، أليس كذلك؟ ده سؤال مزيل، يبقى نقول إيه؟ eating، eating يعني إيه؟ تناول أو having أكل، أو تناول، الاثنين صح، eating أو having
a lot of salt الكثير من الملح fats الدهون and sugar we السكر is harmful to health خدنا طبعا التعبير harmful to وهتنساه باشا harmful to بمعنى ضار لي health اللي هي الصحة isn't it مش معنى isn't يعني عشان عندك هنا مين كان عندك هنا is والجملة المثبتة في السؤال المزيل بناخد فعلها ونوديه بالنفي والعكس صحيح يبقى الإثبات يبقى نفي والنفي يبقى سؤال وفي هنا مساعد أو ناقص مثبت is فنوديه isn't وطبعا الطعام اما نعوض عنده بضمير يبقى هنحط it تمام ما ينفعش استخدم اقول isn't the food لا لازم احط ضمير فاعل طيب يلا بينا نكمل يجب استخدام التكنولوجيا الحديثه في الزراعه لانتاج محاصيل عاليه الجوده يبقى نقول ايه modern technology must او should be used جمله مبنيه للمجهول مع فعل ناقص should be used in agriculture يعني فين في الزراعه to produce high quality crops لانتاج محاصيل عاليه الجوده high quality crops يعني محاصيل عاليه الجوده يعد الغلاء يعد الغلاء يجب استخدام التكنولوجيا الحديثة فين؟ في الزراعة لإنتاج محاصيل عالية الجودة بنقول modern technology must أو should be used in agriculture to produce يعني produce ننتج high quality crops يعني محاصيل عالية الجودة وكلنا عارفين الصفة قبل الموصوف طب ثلاثة يعد الغلاء ونقص الغذاء من أخطر المشكلات التي تعاني منها جميع دول العالم فنقول كلمة الغلاء اللي هي كلمة costliness احفظها costliness فازة جديدة الكلمة دي كوست الناس بمعنى ايه؟ بمعنى الغلاء تمام طب انت مش عارفها بقول هاي برايسز الاسعار العالية and food shortage ونقص الطعام are of ها هم من بين the most serious problems المشكلات الاكثر خطورة that all the world countries suffer from والتي يعاني منها جميع دول العالم خدنا طبعا suffer from بمعنى يعاني من طب يلا بينا اربعة هناك اختلاف في الرأي تمام هناك اختلاف في الرأي حول استخدام المحاصيل المعدلة جينيا there is a difference يعني كلمة difference طبعا بمعنى اختلاف طبعا هنطير الـ AD خالص يبقى there is a difference أو a difference in opinion في الرأي about the use of genetically modified crops حول استخدام واحد يقول له مستر طب عايزين نكتب around ما فيش مشكلة around the use أو about the use of genetically modified crops عن المحاصيل المعدلة وراثية طب يلا بينا نكمل مع بعض الناس الشاطرة يقول لي تسعى الحكومة الحالية لدعم الاقتصاد المصري عن طريق عودة السياحة وتشجيع الاستثمار يبقى هنقول The current government كلمة government اللي هي مين حكومة وcurrent يعني الحالي يبقى على بعضها the current government واحد يقول لي مش عارف كلمة حالي اقول the government على طول طب تسعى الى 62 الناس اللي معاها سكتش الكلمات الجديدة يتفضل بقى يدون معايا يبقى 62 support يعني support يدعم او يساند the Egyptian economy يعني الاقتصاد المصري through the return من خلال عودة tourism السياحة and encouraging investment وتشجيع الاستثمار طبعا investment يعني استثمار و encourage يعني يشجع يحتاج الشعب المصري الى عادة النظر في الخريطة السياسية من اجل ديمقراطية سليمة the Egyptian people need to Egyptian people الشعب المصري need to يحتاج الى people جمع يبقى need to فعل طبعا بدون اس لكن لو مفرد نحط اس طيب reconsider يعني يعيد التفكير او يعيد النظر the political map يعني الخريطة السياسية الصفة قبل الموصوف ها for من اجل proper كلمة proper بمعنى سليم بتساوي كلمة sound وطبعا ديمقراطية democracy number 7 سوف تتغلب مصر على مشكلة نقص الغذاء في غضون عامين يعني في خلال عامين يبقى Egypt will overcome يعني ايه تغلب على the problem of food shortage مشكلة نقص الطعام in 2 years يعني في خلال عامين يلا بينا تعد الرياضة رقم 8 تعد الرياضة جسر المحبة لتوحيد شعوب العالم تمام معلش الأربع عند ساعات الحروب بتطير يبقى تعد الرياضة جسر المحبة لتوحيد شعوب العالم بنو سبورت الرياضة ده الفاعل is considered تعد the love bridge يعني the love bridge أو the bridge of love يعني جسر أو كبر المحبة يعني among حبايبي معناها بين أكثر من اثنين وعايز أقول الشعوب بنقول among peoples يعني الشعوب وعايز تقول شعوب العالم تقول ايه among the peoples of the world طيب تسعة سوف يعاني العالم من مشاكل نقص المياه والمجاعة بسبب الحروب يبقى هنقول the world اللي هو العالم will suffer from سيعاني من the problems of water shortage يعني نقص الطعام and starvation المجاعة because of wars خد بالك كلمة starvation بتساوي كلمة famine بمعنى المجاعة عشرة ما هو الفرق بين الزراعة العضوية والزراعة الغير عضوية ده سؤال يبقى نقول what is the difference between organic and non-organic
فارمنج، وما انساش احط في الاخر طبعا علامه مين يا حبايبي، علامه الاستفهام او الكوارك او الكويستشن مارك. خلصنا كده يا شباب الوحده التاسعه بحذافيرها، ما سبتش اي حاجه. بطلب من حضراتكم بقى ان شاء الله ما تنسوش دعم القناه كما اعتدنا. اللي ما عملش لايك فين اللايك يا كبير، ما تبقاش بخيل. اللي ما اشتركش يلا يشترك معنا في القناه، ما تنسوش تفعيل زر الجرس، يلا اضغط دلوقتي عشان يصلك كل الدروس والمراجعات باذن الله تعالى. ونشير يا ريت الفيديو على اوسع نطاق عشان غيرنا يستفيد. والقاكم ان شاء الله مع الوحده الثانيه باذن الله تعالى قريبا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.